ان شاء الله تشوفوا كيفاش كيجي ما شاء الله. شوفوا معايا الاخوات كي داير التكستور ديال هاد التحليه ولا هاد فلا. اللي داكو عندكم غيسولكم على الطريقه والمقادير ديال هاد فلو. تحضروا الضيوف ديالكم ولا العائله ديالكم ولا اي مناسبه الاخوات. ان شاء الله الشهر المبارك ساهل. نتمنى تتبعوا الفيديو باش تشوفوا الطريقه اللي غنحضروا بها هاد فلو. نتمنى لكم فرجه ممتعه. السلام عليكم الاخوان الاخوات، كي دايرين؟ لاباس؟ بخير؟ نتمنى هذا الفيديو ديالي وتشاهدوا نتوما بالصحه والسلامه ان شاء الله. وكنرحب الناس الجداد، كنقول لكم مرحبا مرحبا، والناس القدام ديما كنقول لكم دار داركم، وكنشكركم بزاف على المتابعه ديالكم. المهم نتمنى لكم فرجه ممتعه. نتمنى هذا الفيديو اللي غنصور معكم الى اللي اعجب ديالكم نجي خفيف ظريف على قلوبكم. كل ما نبدا معكم الفيديو الاخوات نصليو على النبي باش نديو الاجر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد على اله وصحبه اجمعين. المهم الاخوات باين الوصفه معكم، غنحضر معكم واحد فلون اللي يمكن لكم تحضروه هكاك للضيوف، المهم مناسبات ولا ان شاء الله للرمضان ولا علاش لا العائله ديالكم، ماشي ضروري حتى يكون شي مناسبه. المهم بسم الله على بركه الله. كتشوفوا معايا هنايا المقادير كثره، لحقاش انا عندي واحد المول اللي كيهز، عندي جوج مولات بصراحه، بجوج كيهزوا لتر ونص ولا لتر 600. المهم على داك الشيء عندي هنايا المكونات مدوبلين. نتوما الا عندكم غير المول كياخذ لتر وصافي، تستغنوا على هذا الكيس نتاع الحليب، يعني يكون عندكم غير لتر نتاع الحليب. السكر ديما على حسب الذوق، انا عندي 4 المعالق. علاش؟ لحقاش عندي واحد فلو غويال هنايا فيه السكر. هنايا هذا الشيء الا بغيتو نتوما ديروا غير لتر وصافي ديروا جوج، الا بغيتو يعني فلون ديالكم اقتصادي ديروا جوج فلون هذا الشيء ديال الشينوا، وديروا واحد باش يجيكم بني. هذا ديال غوايل كتعرفوا شويه غالي، ما بغيتش ندير لكم فلون اللي كيكون غالي هكاك ديال كخاضه. المهم على داك الشيء كنقول لكم هذا اقتصادي اللي كيكون فيه طرو كيكون شويه غالي. المهم وهذيك المسائل ما كيكونوش في جميع البلدان متوفرين، بحال كيكونوا في اسبانيا عندهم ما شاء الله هذاك الشيء طرو، عندهم كخاضه. حنا هنايا اللي في اوروبا يعني في بلجيكا ولا في هولندا ولا في المغرب ما كيكونش متوفر بزاف هذيك الكخاضه وهذاك المهم طرو. على هذاك الشيء غنديروا شي حاجه اخرى بلاصتو. عندي لترو ومهم في المجموع قريب لترو ونص نتاع الحليب بهذا مع هذا الكريمه. هذا الشيء علاش درتو هنايا الاخوات، كيبقى لكم الاختيار الاساس الحليب والسكر وفلو. هنايا نزيد مايزينا جوج معالق نتاع مايزينا، علاش؟ باش يجيني القوام ديال الفلو ديالي كريمي، ما يجينيش بحال هذيك الفلو اللي كيكون بحال المهم كيتحرك هكا، بغيت يجيني المهم كريمي. هنايا انا قلت لكم دوبلت المقادير، عندي 3 فلو نتاع الشينوا، عندي هذا نتاع كراميل، عندي فلو المهم عندي هذا فلو نتاع كراميل، عندي هذا ديال غوايل، عندي جوج معالق نتاع النشا، عندي هنايا 4 معالق نتاع السكر، عندي ليترو و 300 هكاك نتاع الحليب. هاد لا كريم فخيش فيه 200 مليليتر. عندي هنايا واحد كاس نتاع اللوز اختياري الاخوات، المهم كيعطي واحد اللذة. اللوز بالقشره ديالو حمرته شويه وصافي، غير شويه باش تحيد له هذيك الخضوره. المهم بسم الله هنايا انا غندير الكراميل، نتوما يبقى لكم الاختيار بغيتو ديروا كراميل ولا ديروا هذيك ساشي. معروف كراميل الاخوات، غناخذ المكلات بسم الله ونستسمح على التقرقيب، انا مالا ضغوات ديما كنقولها. المهم غندوب هذا السكر، غنخليه المهم مبتدئات على النار مهيله ما نحركوش حتى كنشوفوه داب، عاد نحركوه بواحد معلقه نتاع الخشب. المهم الاخوات، المهم الاخوات شفتوا معايا هذاك السكر داب بحال ولا كراميل، ما نخلوش يحرق، صافي غنوضعو في المول اللي غندير فيه فلو. طريقه سهله. المهم الاخوات ما بغيتش فيديو يجيكم طويل وصافي. المهم الاخوات كنوزعوه هكا في المول كامل دغيا دغيا كيجمد معانا. المهم كتعرفوا الطريقه نتاع كراميل، غنوزعوه على المول كامل باش يعني يجينا كامل في المول.
المهم الاخوات من بعد ما وزعت الكراميل في المول غنخلي جانبين حتى يبرد. دابا يعني في نفس الوقت غنحضر فلو ديالي. واحد الملاحظة على حسب المبتدئات اللي غديروا هذاك الكراميل في المول، حاولوا توزعوه زربانين، ماشي يعني تكون تقل يكون اليد ديالكم تقل لحقاش بحال كيتجمد معانا. غتسمعوا شي حاجة شي اصوات، درتو في واحد البانيون تاع الماء بارد باش يبرد معايا دغيا، حطيت هذاك المول في الماء بارد. المهم الاخوات بسم الله، هنا ناخد كاملين هاد المكونات اللي ناشفين. المهم الاخوات ما عرفتش لقيت الفيديو واقف، وما عرفتش واش قلتكم يعني ندير النواشف هنايا كاملين بحال فلوس سكر باش يعني باش ما يتقوروش معانا وصافي، عاد نزيد السوائل. المهم المبتدئات اللي ما كيعرفوش هذا فلو فيه السكر الاخوات، نتوما الا ما عندكم فلو ما فيهش السكر هذا كيمشي في نص يترو غويال فلو غويال. الا ما عندكمش فلو فيه السكر المهم زيدوا واحد معلقه السكر ولا على حسب الذوق. انا كندير درت هنايا غير بعض معالق، يعني شفتوا معايا المكونات كاملين. قلت لكم الاضافات اللي زدت جوج معالق نتاع النشا، ما عرفتش صورتهم ولا لا لحقاش لقيت فيديو بحال وقف. هنايا كنزيد كلشي هذاك الشيء اللي جاف بحال قلت لكم بودغ هكاك. هاد المكونات قلت لكم اختياريه الاخوات، النشا واللوز والكريمه. هنايا مع هذاك فلو غويال جا مع هاد الكراميل، الا بغيتو تستعملوه. المهم انا غنشوف واش غنستعملوه ولا لا. المهم الاخوات غيطلع فيه الغليان، دابا غنطفي عليه. المهم نخلي شويه نمشي نقضي شي حاجه، نرجع عاد نكبو في المول باش ما ندوبوش، يعني غنطفيو عليه نكبو ديريكت في المول بحال كندوبو هذيك الكراميل ديالنا. المهم شفتوا معايا بحال داير واحد الكشكوشه، صافي الفلو ديالنا واجد. المهم غنمشي نقضي شي حاجه ان شاء الله نرجع ونكبو في المول. المهم الاخوات ماشي خليته حتى يبرد، الا خلينا حتى يبرد غيولي عاقد معانا، يعني غيكون شويه صعيب باش نصبو في هذا المول ديالنا. المهم الطريقه سهله الاخوات، هنايا غنصبو بسم الله هكاك في الجنب باش شفتوا معايا، غير خليته غير شويه وصافي بدا كي بحال كيتكسح معانا دغيا دغيا، واخا باقي دافي هذا الفلو هكاك بدا كيقصح. المهم هنايا نخلي حتى ياخذ الحراره نتاع المطبخ، عاد ندخلو للثلاجه الاخوات. المهم معروف خصنا ما ندخلوش الحاجه تكون سخونه بزاف للثلاجه. صافي نخليه يبرد الاخوات، من بعد ان شاء الله غنرجع معكم باش نقدمو. هنايا الاخوات نسيت ما قلبتوش معاكم فلو ديالي من بعد ما برد، حتى قلبتو عاد فكرت خصني نكمل معاكم التصوير. المهم حتى برد الاخوات خصكم يعني مينيموم تخليو 6 سوايع في الثلاجه. المهم قلبتو عاد وصافي. المهم في الجوانب نتاع المول بقيت كنخشي هكاك كندور لي الموس حتى المهم تحل ما بين فلون وهذيك المول، صافي يعني كنقلبو. كتعرفوا الفلو ملي كيبرد كيطلق هذاك الماء، انا نقصت من هذاك السوائل هنايا. المهم الاخوات التقديم كيفاش ما بغيتوا تقدموا، يعني الا بغيتوا هكاك ديروا الضيوف تقدموا مع الفواكه ولا تربشوا اللوز وتزيدوا الفوق منه، ولا المهم نتوما الاختيار يبقى لكم للتزيين. انا هنايا غنزيد عليها هاد الكراميل اللي كيجي مع هذيك فلو، صافي غنزيد شويه نتاع فرومبواز وصافي. يعني نتوما تزيدوا هذاك الشيء اللي بغيتو، كيجي ما شاء الله. قلت لكم هاد الفلو كيجي كريمي الاخوات، كيجي بنين ما شاء الله ما كتشبعوش منه. ان شاء الله تجربوا هاد الفلو غير الاعجاب ديالكم بهذه الطريقه. المهم انا غنزينو بغاد قلت لكم بهاد الفرومبوز وصافي الاخوات، نتوما تزينو على حسب الذوق ديالكم بسكوي ولا اللي عندكم الاخوات.
المهم قلبت ليهم الراس، لقيتهم كبارين بزاف هاد الفرومبواز. المهم التزيين يبقى على حسابكم الاخوات، كل وحده تزين بالطريقه ديالها، ولا ديروها قلتكم مع الطبسين تاع الفواكه. غنقطعو معاكم باش تشوفوا كي داير، غنقطعو ان شاء الله تشوفوا كيفاش كيجي ما شاء الله. ما شاء الله ما كيجيش بحال هذاك فلور اللي كي بحال بحال كي محرحر هكاك، هذا كيجي شاد راسو. بسم الله واحد البنه الاخوات، واحد البنه. نتمنى ان شاء الله تجربوا، ما غتشبعوش منه بهاد يعني بهاد الطريقه اللي صوبني اللي صوبنا بهاد هاد الفلو ديالنا، ولا هاد التحليه ما كتجيش حلوه بزاف، ما كتجيش مقهمه، وهتنفعكم ان شاء الله حتى الشهر المبارك كتجي ما شاء الله. نتمنى تتبعوا الوصفه كيف ما وجدناها. المهم الاخوات رائع، اللي بغى الحلاوه اكثر من هذا الشيء يزيد. مهم المعلقه حتى جوج المعالق، انا ما كتعجبنيش بزاف الحلاوه. المهم اللي كيبغي الحلاوه غيزيد الحلاوه، ولكن كتجي كيجي واحد التحليه ما شاء الله الاخوات، بحال ما درناش فلو. المهم الطريقه سهله، ان شاء الله تجربوا وغيعجبكم. وكنشكركم بزاف الى بقيتوا معايا حتى لهنا، نتمنى ما تبخلوش عليا واحد لايك ديالكم وكومونتير ديالكم الزوين اللي كيحفزوني، وبارطاج مع العائله ديالكم والاصدقاء ديالكم بزاف اللي كيتابعوني بلا ما يشاركوا في القناه. شاركوا فضلا منكم وليس امرا باش تكبر العائله ديالنا، ووصلكم كل ما جديد ديالي. وكنشكركم بزاف على حسن المتابعه ديالكم وعلى الكلام الطيب ديالكم اللي كيشجعوني. خليكم في امان الله، وحبيت نقولكم مع السلامه. طلعوا لي فراسكم الغاليه ديالي، الفيديو المقبل ان شاء الله. السلام عليكم.